هاي دير ستودنتس، نايس تو ميت يو. اعزائي طلبه الصف الاول المتوسط، نحييكم في درس جديد من دروس اللغه الانجليزيه. Open your students book on page 29، صفحه 29، unit 3، listen 10، story time، وقت القصه. طبعا هاي القصه مطلوبه بالامتحانات. خالد and the key، خالد والمفتاح. Read the story، اقرا القصه. And answer، واجب. The questions، اجب عن الاسئله. الاسئله اللي عندنا: Why did Uncle Rashid، لماذا العم راشد take خالد، أخذ خالد and his father ووالده home، إلى البيت. هذا طبعا السؤال نجاوبه أيضا بعد قراءتنا القصة. What has خالد found، ماذا وجد خالد. أيضا هذا السؤال الثاني. هسه نقرأ القصة. One day، في أحد الأيام، خالد went fishing، خالد ذهب إلى الصيد. With his father، مع والدهم. When they got، عندما وصلوا. To the beach، إلى الساحل. Uncle Rashid's car، سيارة العم راشد. Was already there، كانت مؤخرا هناك. He was waiting، هو كان ينتظرهم. For him، for them، ينتظرهم. On his boat، في قاربه. خالد's father، أبو خالد، gave خالد، أعطى لخالد the car key، أعطاه مفتاح السيارة. Look after this، اعتني بهذا please، رجاء خالد، يا خالد. He said، هو قال. He said، هو قال. I'll be busy، سأكون مشغولا. Don't lose it، لا تضيعه. No dad، لا يا والدي. Said خالد، قال خالد. He put the key، هو وضع المفتاح. Round his neck، حول رقبته. On some string، في سلسلة. وهذا طبعا مثل ما تلاحظون بالصورة. They sailed، هم أبحروا. Out to the sea، في البحر. And Uncle Rashid، والعم راشد. And خالد's father، وأبو خالد. Started fishing، بدأوا الصيد. هنا طبعا معلقين على الصورة. خالد put the key، خالد وضع المفتاح. round his neck، حول رقبته. I've caught one، أنا مسكت واحدة، أصطدت واحدة. said Uncle Rashid، قال العم راشد. me too، أنا أيضا. said خالد's father، قال أبو خالد. they both caught، هم اثنينهم كوت، أمسكوا أو اصطادوا. two more، اثنين أخرتين، اثنين بعدها. help، ساعدني. quickly، بسرعة. خالد، يا خالد. help me، ساعدني خالد. this one is huge، هذه واحدة سمكة كبيرة جدا. خالد helped his father، خالد ساعد والده. pull the huge، في سحب. the huge fish، السمكة الكبيرة. into the boat، إلى القارب. Okay، حسنا. said Uncle Rashid، قال العم راشد. that is enough fish، ذلك هيك في من السمك. let's go back، دعونا نرجع. they sailed back، هم أبحروا راجعين. to the beach، إلى الساحل. خالد's father، أبو خالد. said، قال. the key، please، المفتاح يا خالد، رجاء خالد. خالد put his hand، خالد وضع يده. to his neck، على رقبته. it's gone، إنه ذهب. the key's gone، المفتاح ذهب. I've lost it، أنا ضيعته. he said، هو قال. oh no، لا. طبعا التعليق على الصورة: خالد helped his father، خالد ساعد والده. pull the huge fish، في سحب السمك الكبيرة. into the boat، إلى القارب. they looked inside the boat، هم بحثوا في داخل القارب. and on the beach، وعلى الساحل. they looked in the sand، هم بحثوا في الرمل. near the car، قرب السيارة. the key wasn't there، المفتاح لم يكن هناك. I'm sorry، أنا آسف. داد، يا والدي. said خالد، قال خالد. I'm very sorry، أنا جدا آسف. alright، حسنا.
alright خالد حسن alright خالد حسن يا خالد don't worry don't worry لا تقلق said his father قال والدهم I have another key لدي مفتاح آخر at home في البيت perhaps ربما the fish has eaten it ربما السمكة أكلته said uncle راشد قال العم راشد they all laughed هم كلهم ضحكوا right حسنا let's go home دعونا نذهب إلى البيت راشد said قال راشد Welcome back for your car tomorrow. سوف نرجع إلى سيارتكم tomorrow غدا. خالد's mother, أم خالد, was very pleased. كانت جدا مسرورة with the big fish مع السمكة الكبيرة. I'll cook it. سوف أطبخها for dinner لغرض العشاء. She said, هي قالت. Can you cut it up, please? خالد, هل يمكنك تقطيعها يا خالد؟ Yes, mom. نعم يا أمي. Said خالد. قال خالد. Sadly. بحزن. خالد. Don't worry. خالد لا تقلق. Said his father. قال والدهم. It was only a car key. إنه مجرد مفتاح سيارة. Now. الآن. Cut up the fish. الآن. قطع السمك. خالد was cutting up the fish. خالد كان يقطع السمك. When suddenly. فجأة. He stopped. هو توقف. Dad. والدي. He shouted, هو صح. I found something, أنا وجدت شيئا ما. بعد ما أكملنا قراءة القصة وترجمناها راح نجاوب على الأسئلة اللي نوهنا عنها. هذا السؤال من الأسئلة والسؤال الثاني بأعلى الصفحة هذا السؤال والسؤال بالأسفل هسه نجاوبهم. سؤال أول Why did Uncle Rashid لماذا العم راشد take خالد أخذ خالد and his father home أخذ خالد وأبوه للبيت. Because بسبب خالد has lost لأن خالد ضيع the car key مفتاح السيارة. سؤال ثاني What has خالد found ماذا وجد خالد؟ He has found هو وجد the car key مفتاح السيارة. الآن ننتقل إلى تمارين الأكتيفيتي بوك لسن 10 page 41 صفحة 41. عندنا هذا المربع خاص معلومات خاصة بالقصة. يريد هنا نمبر 1 تايتل العنوان القصة تخليه بالفراغات كاركترز شخصيات القصة تايتل طبعا عنوان القصة ذا كار كي مفتاح السيارة او خالد اند ذا كي خالد والمفتاح كاركترز الشخصيات خالد فادر مذر انكل خالد وابوه وعمه وامه وات از اباوت ماذا حول اي شيء جو فيشنج رحلة صيد هنا رقم 4 السؤال مفتوح هذا للطالب نفسيته يقول لك أحببت القصة اكتب نعم يس ما أحببت القصة اكتب نو وإذا كتبت يس ليش تحببت القصة وإذا كتبت نو أيضا تذكر السبب هذا سؤال مفتوح للطلاب New words كلمات جديدة أي كلمة يشوفها الطالب أول مرة يسمع بها يكتبها بهذا الفراغ وهي طبعا إجابة الأسئلة اللي بالمربع تايتل عنوان خالد and the key characters الشخصيات خالد father, mother, and uncle. What it is about? ماذا حوله؟ حول أي شيء القصة؟ Go fishing. رحلة الصيد. وهذا كل ما موجود أعزائي طلاب درسنا لهذا اليوم. Thank you. See you next time.